يعني هبدأ معاك من انه البعض بيقول انه في رسوم جديدة زيادة في قسيمة الزواج، وانه في بعض التغيرات اللي حصلت فيها كمان، ده حقيقي ولا لا؟ لا، هو الحقيقة التغيرات في الوثيقة نفسها، انما الرسوم زي ما هي، يا دوب اضافات حاجات بسيطة، تمن الورق بس فقط لا غير. بس تمام. اما هو الوضع زي ما هو، اختلفت القسيمة الحديثة، ولذلك اتقدم بالشكر لمعالي السيد المستشار وزير العدل، معالي السيد المستشار مساعد الوزير لشؤون المحاكم، واستجابه الوزاره لتغيير شكل ولون الوثيقه وصعوبه تزويرها. لان في الاونه الاخيره كنا بنعاني من وثائق التزوير، كنا بنعاني من الوثائق المدوره. يعني وده هيساعد ان هي ما تتزورش؟ يعني لا، صعب تزويرها. ليه بقى؟ فيها علامه مائيه بتختلف اختلاف كل وجزئي الخامه بتاعت الورقه نفسها، ولذلك يمكن برضو كان في حاجه بسيطه ناقصه للدفتر نفسه. ان انا كنت اقفل الدفتر قفله كامله، يعني ما يتفكش. تمام. عشان برضو يعني ايه، نحد من عملية اللي هم المساعدين أو منتحل الصفة. فأنا عاوز الدفتر في عهدة المأذون ما يتفكش منه ورقة، يا دوب الوثيقة تتقطع بس فقط لا غير. بالرغم من ذلك، احنا يعني احنا مع يعني شيء جميل، شيء كويس، ان احنا بدأنا ان احنا نبص للأسرة فعلا من خلال وثيقة الزواج. طب حافظ على الأسرة، يمكن في وثيقة في وثيقه حضرتك اديتهالي قبل الهوا. دي مزوره، يعني يمكن دي الوثيقه القديمه. دي الوثيقه القديمه المزوره، دي من منتحل صفر. هنا يعني تاريخ ميلاد الزوجه او العروسه هو 2001، فاحنا هنا بنتكلم على يعني زواج باطل، لان البنت هنا قاصر. الزواج مش باطل شرعا، قانونا. قانونا لا طبعا، نتكلم قانونا ان هي دي الوثيقه.